صافي صافي ماذا المشروع يريد؟ انظر الى عيدها للاسلام وعيدها للكفر، مقارنه بسيطه. اهل السنه صلى الله عليه وسلم يستقبلون العيد بماذا؟ بالطاعات وبالمعاصي؟ بالطاعات، بالسهر او باستقبال اليوم باول النهار. اي انسان مسلم او كافر يسهر هذا حياته فاشله، صح؟ معروفه. وانسان يحافظ على الاوقات الى مبكر واستيقظ هذا انسان ناجح. اي نعم، استقبل اول السنه عندهم العيد بالسهر وضياع الاوقات وضياع 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 وبضياع. نعم. اما السنه استقبل العيد بالصلاة، بالصدقة، بالتهنئة بالعيد، صحيح؟ نعم. صلة الرحام. طيب، ما السنة في الخروج إلى صلاة العيد؟ تخرج من طريق وتعود من آخر. قبل أن تصلي العيد يستحب أن على تمرات طعام لا وتر. نعم، حتى تحقق الفطر في هذا اليوم، لأن الصيام يوم العيد محرم، وتفرق بين الفريضة والنافلة. طيب، تشرع التهنئة بالعيد، تقبل منا ومنكم. نعم، بعد هذا ذكرنا صلاة التراويح، وذكرنا ما يتعلق بالاعتكاف وزكاة الفطر، وصلاة العيد يبقى معنا التكبير. تكبير مطلق ومقيد، لأنه قيد اكبار الصلوات، من ليلة العيد المغرب تبدأ بالتكبير اكبار الصلوات. هذا تكبير مقيد باكبار الصلوات، وتكبير مطلق في كل الليلة إلى انتهاء، يعني إلى مغرب يوم العيد.